في موضوع آخر، عم الطاهر يقطن في كوخ في منطقة لحس العودة التي تبعد عن مقر بلدية فلتة سيدي سعد بالأغواط بحوالي 20 كيلومترا رفقة أمه العجوزة. هذه المرأة والتي تحدت قساوة المكان رغم الأمراض المتعددة التي تشتكي منها، كما أنها وفي هذه العزلة تقوم بتربية فتاتين في مقتبل العمر محرومتين من كل مظاهر الحياة في ظروف مأساوية ومزرية. العائلة سلطات بأن ترأف لحالها وتنتشلها من حالتي البؤس والحرمان التي تعيش فيها. سعدوي العرج نقل لنا معاناة هذه العائلة. عندي زوج بنت وكما هاكل نشوفك لهنا على أرى قليت الشي ولا من حارفين وقواب وقلت الحطب وقاع محقورون قاع في كل حي ولا مخوه ويدور وإحنا في الصرا لمن يلوب علينا أرية لمن يلوب علينا مخصوصين لمن يلوب علينا حتى بحاجة ضر ولمن يلوب علينا هذيك 300 عطوها لي ما جاتني ولادي لا في الجاز لا في العولة لا في توفات عمري ومن السكنة ما كان سكن الدويلات يقطروا لا البال ما عنديش لا كل حاجه لا البعد كان الضر من القش كيفاك الضر لي شيبانيه كيظل لي شيباني هو لقينا في البنيات الله قال